عليه وسلم. ويذكر أن أهل جزيرة من جزر البحر الأحمر كانوا يقولون: غفر الله لعمر بن عبد العزيز وجزى الله الحجاج الثقفي خيرا. فقال لهم قائل: كيف تقولون هذا؟ الحجاج الذي به وبه وقتل 120,000 نفس تقول رحم الله الحجاج، وعمر الخليفة الراشد تسألون الله له المغفرة كأنه كان ظالما؟ قالوا: إننا ننظر من منظور آخر غير الذي تنظر إليه. إن الحجاج كان ينفي من البلاد أهل الصلاح، فنفى إلى جزيرتنا رجلا صالحا، فهذا الرجل الصالح الذي نفاه الحجاج لما أتانا علم جاهلنا، علمنا أمر ديننا، أصلح ذات بيننا، علم الولد كيف يصل أرحامه، علم الولد كيف يبر أبويه، علمنا علما كثيرا وكنا جهلا. فجزاه الله خيرا على هذا الصنيع أن أهدى لنا هذه الهدية، وطبعا لم يرسلوا على أنها هدية. والحج عمر بن عبد العزيز كان ينفي الفساق، يطردهم من البلاد، فنفى إلينا رجلا شريرا أفسد بيننا وعلم الأولاد العربدة والسكر فأفسد بيننا. الشاهد أن الشخص المبارك مبارك أينما كان، وجعلني مباركا. ضع منهجا لك في حياتك، ضع هذه الكلمة منهجا لك، كن مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان كنت،